الآن مع مساحتنا الحوارية الثانية وإلى شأن تربوي، حيث كرم وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي الفائزين بجائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز في الدورة 20 من العام الدراسي الحالي بفوز 4 متسابقين من دولة الكويت، حيث فازت الطالبة آية الزامل في فئة الطالب المتميز، أما من فئة المعلم المتميز فقد فازت المعلمة نورة الحميدي، بالإضافة إلى فوز إدارة مدرسة ثانوية أم مبشر الأنصارية في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، والدكتور ماجد العلي في مجال البحث العلمي. كما تم تكريم المعلم بدر الشطي لفوزه بجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي. حول هذا الموضوع طبعا يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو واحدة ممن رفعوا اسم البلاد عاليا خفاقا في محفل التعليم، وهي الأستاذة نورة الحميدي الفائزة بفئة المعلم المتميز في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز. صبحت الله بالخير نورة، وبداية نبارك لك هذا الإنجاز، وبارك الله فيك، وبمثلك نفخر في هذا البلد المعطاء اللي فعلا بين فترة وفترة احنا قاعد نشوف تبارك الرحمن مثلك، ويعني كذا مخترع، كذا متميز، كذا فعلا عندنا طاقات، وعندنا طاقات بشرية كبيرة، ومنهم انت اللي شرفتينا في هذا المحفل. صباحك الله بنور اخوي نجيب، وسعيده جدا في لقائي معاكم، والله يبارك فيك يا رب، ومبروك للكويت كلها، والله يقدرنا ونرفع راسها دائما خصوصا في هذا المجال، المجال التعليمي. بدايه خلينا نتكلم عن حصولك على هذه الجائزه المرموقه وماذا يمثلك. في البدايه الحصول على الجائزه ما كان امر سهل، وما أتى بين يعني يوم وليلة، لكن هو نتاج عملية بنائية من العطاء في هذا المجال التعليمي. يعني بالمناسبة الجائزة يعني هي وسيلة وليست غاية، فهي من المحطات اللي نفتخر أن نرفع اسم الكويت فيها، والقادم أجمل بإذن الله إن شاء الله. نقدر نقول أن هناك تحسن في بيئة التعليم التربوي بعد هذا المؤشر الإيجابي من خلال هذه الجائزة والجوائز الأخرى؟ بالتأكيد بلا شك، يعني على مستوى الشخصي أعتقد أن العطاء راح يكون مضاعف أكثر، والمسؤولية راح تكون أكبر في نشر ثقافة التميز في المجال التعليمي، ونشرها أيضا بين وسط المعلمين والمعلمات، وهذا اللي احنا نطمح أن نوصل له، أن نرتقي في المستوى تقديم المعلم، وأن يكون معلم متميز على مستوى الكويت، وبإذن الله على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم. التحفيز من خلال هذه الجائزة يساعد المعلم أن تكون معاييره أعلى في الأداء وأعمق في تقديمه لرسالته التعليمية. وصلنا للمعايير. وصلنا للمعايير اللي خلتك وأمثالك من الأخوان والأخوات اللي شاركوا في هذه الجائزة تفوزون، شنو المعايير الأساسية اللي أنتوا قدمتوا عليها، أو شنو المعايير الأساسية اللي ساعدتكم، وأيضا المواضيع اللي تم طرحها؟ يعني هو عملية الاشتراك في المسابقة متاحة للجميع، وليست حصرا على فئة معينة. أي معلم يقدر أنه هو يشارك، لكن يعني شروطها بسيطة للغاية للمشاركة، لكن التحدي الأكبر في اجتيازك للمعايير المطلوبة. كانت في مؤشرات مختلفة تعتمد على أدائك مع الطلبة، تعتمد على وجود خطة واضحة بالنسبة لك ومدروسة، وبالإضافة إلى أدائك داخل الفصل الدراسي، البيئة التعليمية، الشراكات المجتمعية التي تقدمها، قدرتك على تطوير ذاتك بشكل مستمر. فهذه معايير بسيطة نقدر نقول، لكن أي أحد يقدر يدخل على موقع الجائزة ويشوف شنو المعايير اللي موجودة ويقدر يطور نفسه من خلالها. يعني مو شرط أنه هو يشارك في هذه الجائزة، لكن إذا كان يبي يوصل إلى مرتبة المعلم المتميز عنده القدرة والإمكانية أنه هو يطلع على جميع المعايير المطلوبة ويطور نفسه من خلالها، يعني من غير أي مقابل. هذا الكلام يمكن قلتي لي تحت الهواء أن أنت ما كنت راح تشاركين. صحيح. شلون صارت المشاركة
للأمانة هالسنة يعني عندي ضغوط يعني التزامات أكثر. جميل. نقدر نقول أنا معلمة المرحلة الابتدائية بنين. جميل. فتعرف يعني اللود يكون جدا عالي. إحنا كمعلمين إحنا ما ندخل فقط الحصة ونشرح، في إعدادات مسبقة لها بالإضافة إلى الأمور الإدارية والتطويرية والأنشطة والفعاليات، أمور كثيرة. نعم. الشيء اللي استجد أنه قاعدة أدرس الحين أكمل دراسات عليا، فعندي دوام الصبح في المدرسة ودوام إلى المساء في جامعة الكويت، فمتى يكون عندي وقت أن أنا أقدر أدخل هذه الجائزة الضخمة وأقدر أشارك فيها بالإضافة إلى الأعمال التطوعية الأخرى اللي ملتزمة أنا فيها. لكن لما قالوا لي إذا ما دخلتي الكويت ما راح تطلع لها هذه الجائزة، ف واثقين فيه شعارك بس خلاص فقدمتي بالضبط. فاحنا عشان الكويت احنا قاعدين نقدم على هذه الجوائز، ونقدر نقول انه هو محاوله لسداد دين لكن لا يمكن سداده. يعني الكويت يمكن انا كتبت تغريده في يوم الام ان في يوم الام الكل اهدى امه هديه، لكن انا بهاليوم اهديت امي الكويت جائزة التميز في جائزة حمدان، لأن بهاليوم أعلنت النتائج. بارك الله فيك وبمثالك إن شاء الله. خلينا نتكلم عن دعم وزارة التربية لكم. وزارة التربية كانت ممثلة في اللجنة القائمة على هذه الجائزة في لجنة الكويت. طبعا هي مشكلة من أعضاء لهم باع طويل في المجال التعليمي، وساعدونا في وتوجهونا في تطوير أنفسنا أكثر للحصول على هذه الجائزة، ودعمهم تحفيزهم متابعتهم تشجيعهم لنا هو اللي خلانا نوصل لهذا المركز. أتكلم عن شيء أنا يمكن يعني بما أن يمكن إحنا وقتنا ضيق، بس بدي أعرف سبب فوز الأستاذة نورة الحميدي أو تميزها. والله هو توفيق من رب العالمين، وأعتقد أنا بهذه المهنة العظيمة على الهواء قاعد نشوفهم. هذه المهنة العظيمة على كثر ما تعطيها تشوف الخير، تشوف البركة في نفسك، في مالك، في بيتك، في علمك، في عطائك، وعلى كثر ما تعطي راح تلقاه. فهذه المهنة هي اللي بركتها هي اللي خلتنا نحصل على. انت معلمه للمرحله الابتدائيه بنين، يعني مثل ما شفنا طلبتك حاليا على الهواء. ما شاء الله عيالنا يعني فيهم تبارك الخير. الرحمن مبدعين ومتميزين وفيهم طاقه وفيهم وفيهم وفي معلمين وفيهم. متميزين ايضا. كيفيه السيطره على هذه يعني خاصه هذا العمر، يعني هو بيجي من الروضه انتقال من مرحله الى مرحله. صحيح. وخاصه في ماده العلوم. يعني بالضبط. علوم يعني أنا كبير ومادة قلجة بالنسبة لي، فما أدري عن الصغار. بالنسبة للمرحلة الابتدائية تعتبر من أصعب المراحل في التعامل مع في التعامل فيها، خصوصا مرحلة البنين، فئة البنين. صعب أن تخلي الطالب يركز معاك، خصوصا أنه هو طبيعته طاقة ما شاء الله. فإذا إحنا ما تعلمنا شلون نتعامل معهم ما راح نقدر نوصل لهذا مثل ما قلت شلون تسيطرين على الصف او نقدر نضبط الصف. احنا نحاول كثر ما نقدر ان احنا نجمع ما بين المتعه في التعلم، وبنفس الوقت ان الطالب يكون عنده شغف في انه هو يتعلم، وبنفس الوقت احنا نربط طموحاتهم واحلامهم في الحصه الدراسيه. جميل. يمكن هذا مو موجود عند كثير من المدرسين، لكن موجود ايضا في المقابل عند مدرسين. بالضبط. اكيد آخرين. كل معلم له طريقته. نعم. لكن انا اللي اعني ان كثر ما حاولنا ان نخلي الطالب يكون عنده شغف في التعلم وحب للعلم لرفع اسم ديرته، راح يكون وضعه قدامك شخصيه مختلفه، ما راح تكون شخصيه عاديه. انا كل طالب احنا العلوم يلبسون البالطو، فطابعه على كل بالطو من بالطو الطلبه شنو طموحه وحلمه واسمه. يعني انا انادي الدكتور راشد، المهندس عبد الرحمن، ما انادي باسمه العادي حتى في الحضور والغياب، حتى كتبهم كاتبه عليهم هذا الشيء. فطريقه تعامل الطلبه اصبحت مختلفه، يعني يشعرون بنوع من المسؤوليه تجاه هذه الحصة الدراسية، أن هي يعني هذا العلم راح يساعدك أنك تحقق طموحك، وإذا حققت طموحك أنت راح ترفع اسم الكويت عالياً. بارك الله فيك. نتكلم عن أيضاً يعني
التفاعل السريع من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور حامد العازمي لتكريمكم، شلون لقيتوا هذا التفاعل؟ للأمانة كانت مفاجأة سارة للغاية، سعدنا فيها، وكان يعني تكريم سريع مثل ما قلت، ما توقعناه بهذه السرعة. يعني النتائج أعلنت في يوم الأربعاء مساء، وتم تكريمنا يوم الأحد صباحا في مكتب الوزير، وبحضور إعلامي وصحافة. سعدنا في الكلمات اللي قال لنا إياها، وفي تشجيعه وتحفيزه، يعني كان شيء مشرف، وكان شيء إحنا نفتخر فيه للأمانة. قبل أختم وياك، الخطط المستقبلية شنو هي بالنسبة لك؟ يمكن في ثلاث مجالات رئيسية في مجالي كمعلمة. راح يكون الأداء أعلى في تحويل الأفكار اللي عند الطلبة إلى منتجات، وهذه مشاريع قادمة إن شاء الله تشوفونها في المستقبل القريب. أو في الجانب الأكاديمي نحاول أن نقوم بإعداد البحوث والدراسات اللي من خلالها نسد الفجوة ما بين النظرية اللي في العمل في الدراسة الأكاديمية وما بين التطبيق في داخل المدارس. ودنا ننهض في العملية التعليمية. وفي الجانب التطوعي أيضا مع فريق إنساني، إحنا مركزين على الجانب التعليمي وتعليم اللاجئين خارج الكويت، ما شاء الله، وتعليم اللاجئين اللي داخل الكويت اللي حرموا حقهم من التعليم. كلمة أخيرة ودش تقولينها، وإهداء هذه الجائزة لمن راح هذا الإهداء؟ هذه الجائزة كانت عبارة عن إنجاز من الإنجازات اللي احنا نقدمها، وأهديها لأمي الكويت. ودائما أقول أن إنجازاتنا المتميزة ما هي إلا قبلة منا على جبين هذا الوطن، والله يقدرنا يا رب ورد ولو جزء بسيط من جمايل هذا الوطن علينا. وكلمة ثانية للمعلمين والمعلمات، أن أنتوا اللي راح تصنعون المستقبل القادم في التعليم من خلال استثمار عقول المتعلمين. فالدولة كلها والديرة كلها أملها عليكم، فكثر ما تقدرون استثمروا في عقول طلبتنا، ولا تستنقصون من قدراتكم وطاقاتكم. أنتوا تقدرون تعطون أكثر من المتوقع، لا تنطرون من تحفيز من ولا شخص ولا أحد، لأن الكويت هي اللي قاعدة تنظركم، مو أحد ثاني. بارك الله فيك. طبعا أستاذة نورة الحميدي الفائزة بفئة المعلم المتميز في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، بارك الله فيك، وبارك بكل من أبدع والمبدعين أمثالك الموجودين في المجالات والتخصصات الأخرى، ونرجو من الله يوفقكم إن شاء الله لمصلحتكم ومصلحة البلد. آمين إن شاء الله. يا رب. شكرا جزيلا. شكرا لك. إذن مستمرون.